احنا توا مده ما شاركناش في معرض السوسيتيك، يعني تنجم تقول عندنا تقريبا 10 او 12 سنه ما شاركناش. رجعنا السنه على اساس بعد موعود اداره فما تحسينات وفما بعض المشاركين، معناتها فما تحسينات على مستوى معناتها الستان دونك دخلنا السنه بالمنتوج تاعنا الجديد نتاع 2017 موديلات جديده حبينا نشارك. لحد الان الإقبال محترم شوية، كنا نأمل يكون أكثر من هكا، مي عندنا ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله نشوفوا حاجات، إن شاء الله نشوفوا أكثر زوار وأكثر معناتها كما نقولوا ديكليون اللي نجموا يجيو يشوفوا يطلعوا على المعرض وعلى ستون تاعنا بصفة خاصة. إحنا كشركة بيبليوتيكس معروفة المواطن التونسي أن هي تخدم كافة شرائح المجتمع، يعني اللي كما نقولوا بالنسبة للشهار ولا الإنسان اللي يسألني. دونك الناس الكل ينجموا ياخذوا القام تاعنا متنوعه على تمشي على قدر امكانيات المواطن التونسي والكاليتي سولون بيان سور بي طبيعي جدا. احنا هذاك اللي نخدموا عليه هي لا كاليتي افون لا كونتيتي، دونك نخدموا على الكاليتي بيان سور وفي نفس الوقت نخدموا على اساس ان نوفروا للمواطن التونسي كيف الشرايح معناتها يلقى كي تدخل انت لستور مبلاتكس ولا لشوروم مبلاتكس اللي موجوده في كل دور معناتها في جمهوريه كامله براتيكمون في اي ولايه باش تلقى على الاقل زوج ثلاثه مجازر معناتها دي بوان دو فونت مبلاتكس موجودين. فشنو هما الحاجات الجدد في لي سالون الموجودين توندونس 2017؟ لي كولور البلو البوردو جون موتارد الفير تو نلعبوا ياسر على لي كولور وعلى الديزاين لي جيومتريك برشا نقصت معناها لي فلور ولات برشا لي جيومتريك تاع نلعبوا برشا على لي كولور انا صار لك تخزر في تلقى فيها ثلاثه اربع الوان فهم ماعادش يقلق. احنا كنا مثلا نسمعوا برشا تشكشيك في الالوان مش اي لا تو بالعكس ولات اكثر معناها بالعكس قد ما تحط دي كولور قد ما تولي صالة احلى وقد ما تجلب الكليون. مع اللوميير اللي ولا تقريبا حاجه مهمه زاد في لي سالون تاعنا اللي يزيد الحاجه فوا دو في الجماليه نتاعها والديكور كل شيء تبع بعضها. قد ما القطعه تحط لها ديكور وتحط لها تابي وتعطيها الفالور نتاعها بسام موبل التوندونس والى الحاجات الجديده اللي جات بهم مع الخصوص السنه لي كولور كيما حكيت لي موديل جدد حاجات مودرن خدمنا على الكلاسيك ودخلنا فيه المودرن برشا حاجات جدد ولي بري معناها كيف نتناول الجميع مليون و700 وانت تبدا ساله معناها كوان وطاوله ودورماج ولا كوان وطاوله وكرسي مليون و700 معناها نتناول الجميع البري. المعرض تحسن برشا العارضين معناها تحس ناس قاعده تتطور وقاعده تصرف وقاعده تجتهد تعمل في فور دي بليس باش تشجع الشاري على الشراء وترفع من القدره الشرائيه للمواطن قاعده تضغط على مرابيحها والحمد لله وان شاء الله تكون دوره ناجحه. وحتى الان نحكي مع ممثل على المعرض يقول لك الاسواق نتاع العارضين ما نتدخلش فيها معناها طبعا هو ما الحقيقة هو ما يدخلش لكن انت كي تلقى روحك في نص كونكورونس فوالا تلقى الكونكورونس تاعك قاعد يجتهد تلقى الحمد لله بعد الناس كل قاعدة تجتهد كيما الإدارة قاعدة تجتهد هي توا في من جهتها وإحنا قاعدين نجتهدوا بالنسبة للمارشانديز نتاعنا معناها والكاليتي تحس البري بيان إتيدي رابور معناها القطعة الموجودة قدام الكليون وما فماش كليون اللي يقول لك مثال الحاجه دي غاليه ما سمعناهاش اما هو معناها تعجبه بارابور للبري معناها تعجبه بين البري بين قداش وقداش لي سالون مثلا السالون كل حد ولي زارتيكل نتاعو يختلف البري موجود من حتى مليون و200 ومليون و300 كما موجود حتى ل 2700 و2800 هو الحاجه الباهيه في الدوره هذه اللي فما برشا معناها كي تعمل دورة انت في المعرض تحس فما ناس مختصين في الموبل الداخلين ما عادش يعني هو شكون يعمل مشي بدا ينظاف القطاع شويه مش بدا ديجا الدوره هذه ينظاف فهمت تحس حتى الكليون يدور
فما أربعة من الناس معروفين اللي مستنسين نجي يلقاهم واللي ديجا ماخذين منهم قبل وراجعين لهم بالذمة. يعني هي شو الخدمة متاعنا بورتفي كليونتيل، ربحت كليون اوتوماتيكمون باش يرجع لك وعنده حق الكليون بيسكو اللي يجي يختار حاجة توصل له أي شيء، دونك يولي يشك يولي يخاف، دونك شكون باش يعاود يرجع؟ باش يعاود يرجع اللي خدام من عنده ولا اللي عنده إكسبيريونس يقول له راني مشيت خديت من عند فلان ولا دونك هذايا وعنده حق الكليون. دونك احنا ناخذوا لو مينيموم دافونس باش يبدا الكليون مرتاح، افونس صغيرة برشا بارابور لسوم نتاع الصالون والغيكلومون على ليفغيزون، تو سامبل على يتفقد خدمته فينيسيون اللي طلبوه. سامحني زينب ان اكزومبل شكون يتفقد السالون نتاعو مثلا من داخل مش باش يعرفها شنو هو مثلا. لا يجي نقول لك راهي حاجه كي تبدا لو بيان فيني تبدا ظاهره. كي تبدا حاجه نظيفه تبدا ظاهره، لا فما فينيسيون تبدا مليح لا تبدا ظاهره، انت كي ترى الحاجه ظاهره تبدا حاجه نظيفه ولا مش حاجه نظيفه. فهمت؟ دونك الكليون مجتهد وحنا نحاولوا نجتهدوا ونربحوا كليون، الواحد يخدم على رجوع ما يخدمش دوبا توا المعرض هذا. نخدموا على الدورات السابقه القادمه. We'll be right back.